نسبة الانقطاع عن العمل. المرجو التحري في هذا الأمر، وعن نفسي أستاذ أتحدى مصلحة الموارد البشرية منذ ولوجي إلى الوظيفة العمومية في تغيب غير مبرر أو شهادة طبية في ملف الشخصي. هذا من جهة. من جهة ثانية، إذا كنا نتحدث كذلك عن المردودية، الأستاذ عندما يقدم دروس الدعم لتلامذته داخل المؤسسة وخاصة في أوقات الامتحانات والاستعداد للامتحانات بدون مقابل، كذلك تضحية السادة الأساتذة في زمن كورونا بدون مقابل ومن مالهم الخاص، هل كنا ننتظر مثلا مقابل من أحد؟ فقط كان الهدف هو خدمة التلاميذ، لأن هؤلاء أبناؤنا قبل أن يكونوا أبناء أبائهم وأمهاتهم خاصة داخل الفصول الدراسية. لذلك فنحن على أبواب الامتحانات، الأساتذة مكانهم الطبيعي هو القسم، وإذا أردنا فعلا سلما اجتماعيا فلا بد أن نقوم بطي هذا الملف طيا نهائيا دون قيد أو شرط، ولتعود المياه إلى مجاريها، ولنفتح صفحة قوامها الاستشارة والتشاور في بناء تعليم حقيقي في المغرب إذا أردنا أن نحقق الجودة. غير ذلك لا شك أنه سيولد دائما ذلك التشنج وإقصاء الشغلة التعليمية من النقاش ومن الحوار إلى غير من الأشياء، لا شك أنه سيخلق عدة مشاكل. هذه المسألة. المسألة الأخيرة التي لا بد أن أنبه إليها، أن بالنسبة لقضية الأساتذة اللي يقول لك أنه كيتهربوا من الوظيفة دياله ومن العمل دياله، عن نفسي أزيد من 500 ساعة، أزيد من 500 ساعة قدمتها للتلاميذ بكل حرية وبكل شفافية خدمة لهم. نجسد هذا اليوم، هذه الوقفة الاحتجاجية، تضامنا مطلقا منا مع الأساتذة الموقوفين الذين مارست عليهم الحكومة بشكل عام والوزارة بشكل خاص سياسة انتقامية تعسفية، إذ لا يعقل أن كل أسرة تعليمية قد شاركت سابقا في المعركة النضالية، معركة الكرامة، وجمعنا فعل احتجاجي واحد، وترى الوزارة تختار عينة بشكل عشوائي عبثي لتمارس عليها عنفا ساديا، بل ولفقت لها تهمة التحريض. هنا نعلن أن التحريض فيه إساءة للأطر التربوية، لأن هذا المصطلح يتعامل مع الأساتذة كقاصرين كسدج. كذلك التهمة التحريض أو كلمة التحريض عادة توظف في سياقات سلبية كالتحريض على القتل مثلا أو التحريض على الشغب. إذن هنا نعلن للمسؤولين أننا على بينة واضحة بأن ما قاموا به فيه خرق سافر للقانون، وهنا كذلك نرفع علامة استفهام وعلامة تعجب، كيف لأجهزة الدولة التي يعول عليها في تطبيق القانون وتثبيته أن تخترق هي القانون في واضحة النهار. نساء ورجال التعليم طبقوا حسن النية ورجعوا الأقسام ديالهم، والان الى 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 جيتي الاقسام غادي تلقى غادي تلقى بانه الاساتذه يعني يتفانون في 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 العمل ديالهم، يتفانون في العمل ديالهم لاجل اتمام المقررات، لاجل العمل مع ابناء الشعب المغربي. اذا بالتالي علاش هذا، علاش هذا كهرباء الجو؟ هناك كهرباء ديال الجو على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى السياسي وعلى المستوى الاقتصادي، كفانا من هذا الشيء. هذا المغرب الان راه دابا هو عضو في اللجنه الامميه ديال حقوق الانسان، ما نبغيوش انه يتقال عليه على انه كاين خروقات ديال حقوق الانسان. اذا هذا من جهه. من جهه ثانيه حنا تنقولوا على انه هذا الشيء هذا يعني وجب طي هذا الملف هذا، طي هذا الملف هذا، لانه قيل عنا على انه من ورائنا اجندات معينه، قيل عنا من ورائنا اجندات معينه، ثبت بالملموس على انه ما كاين لا اجندات لا حتى شي حاجه، الاجنده الوحيده هو الدفاع عن الحق، الاجنده الوحيده هو المدرسه العموميه، الاجنده الوحيده هو اننا نحب هذا البلد هذا، كنبغيو هذه البلاد هذه، وبالتالي فاش نبغيو هذه البلاد هذا كما قلت انا في لقاءات سابقه، يعني تيخص على الاقل
على الاقل كرامه ديال 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 ديال, ديال المواطن المغربي. وفين كيتجلى هذه الكرامه ديال المواطن المغربي؟ اولا في حريه التعبير. خلي المواطن يعبر على ياك سنعبروا بشكل سلمي، ما كنهجوش شي حاجه. الحراك عرف تظاهرات قويه وقويه جدا، ولا زجاجه ديال النافذه ديال السياره تكسرات، ولا حادثه وقعت. يعني انه حراك داز نظيف، واعترفوا به المثقفون، واعترفوا به السياسيون، واعترفوا به النقابيون والحقوقيين. اذا بالتالي علاش هذا الشيء؟ هذا انا كنتسائل علاش زعما، لماذا هاد 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 التوقيفات اللي غادي تعكر الجو؟ انا تنقول خاص تكون مصالحه بين النساء ورجال التعليم والوزاره. انا كنطالب السيد الوزير اننا نطالب بمصالحه، وما يكونش اصلاح، وفوق ما يكونش اصلاح رجعوا لرجل التعليم، رجعوا لرجل التعليم، لان رجل التعليم هو القاطره الاساسيه.